شهد ميلاد الصحافة العمانية والتي بدأت مع جلب مطبعة سلطانية إلى الجبار سنة 1872. لذا فإننا نسعى من خلال لقائنا اليوم أن نحيي جسر التعاون بين أبناء المهنة في البلدين وفي البلدان العربية بأنشطة نخطط لها بشكل مشترك لنستكمل معا رحلة طويلة من نضال الصحفيين في البلدين من أجل الارتقاء بمهنتنا. إننا ونحن نتذكر هذا الدور فنحن نقدر لجمعية الصحفيين العمانية أن تكون القاهرة ونقابة الصحفيين المصريين أول ما تبدأ به نشاطها الخارجي في الدول العربية، بما يشير إلى وضع خاص للعلاقات بين الصحافة في البلدين الشقيقين. وإذ يبدو لنا أن اختيار مصر عمان ليس صدفة، فقد شرف القاهرة قبل أيام فخامة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد في زيارة رسمية الأولى خارج دول مجلس التعاون الخارجي منذ توليه الحكم خلفا من المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. إننا ونحن نستلم هذا الدور التاريخي لعمان وصحافتها يسرنا أن نتشارك معا في هذا الجهد الكبير، وأن يكون توقيع بروتوكول التعاون مع جمعية الصحفيين العمانية بداية تدشين لأنشطة مشتركة تخدم الصحفيين في البلدين وتخدم لما تضرب الحضارة المصرية بأساسها في عمق التاريخ الإنساني بكل تنوع تاريخها المجيد منذ العصر الفرعوني. فإن سلطنة عمان كانت عبر التاريخ محطة مهمة تتقاطع فيها الحضارات والطوائف التجارية القادمة من بلاد آسيا والشرق الأقصى إلى الوطن العربي وأوروبا، مما جعلها جسراً مهماً بين حضارات متعددة. كما كانت عمان موطناً لحضارات تركت آثاراً وإرثاً إنسانياً تم وضعه على لائحة التراث العالمي. وقد كان لسلطنة عمان دور مهم في التواصل العربي الإفريقي عندما امتد حكم السلطان إلى زنجبار بالشرق الإفريقي سنة 1832 ميلادية. ولقد كان هذا ربما الامتداد العربي الأهم للأرض العربية خارج الجزيرة وديار العرب التقليدية. إن الصحافة المصرية والعمانية هي من بين الأقدم في العالم العربي، فبينما بدأت الصحافة فإنها بلا منازع ستشكل قوة ناعمة ضاربة. حضورنا الكريم، سعداء اليوم بافتتاح الملتقى الصحفي الذي يجمع عمان ومصر على طاولة واحدة، ونستهل مع بدايات القرن العشرين ومن شرقي أفريقيا أرض المهجر، استقر الرحال لعلماء عمان وأدبائها، وامتزجت العقول تدعو للتسامح والسلام. كانت شرارة البداية لصحافة المهجر، حيث خطت أولى صفحات جريدة النجاح، وللبداية امتداد صحيفة وصحائف.